دونك انا بغيت نشوف كل واحد فيكم كيفاش كيشوف المغرب الغد مورا ازمه كورونا. يعني واش كتشوفوا ان المغرب غادي يبقى هو هو ولا غادي يتبدل، وشنو الحوايج اللي غادي يتبدلوا فيه؟ دونك سي محمد، وتسمينا الهضره اللي تكلمت عليها صفاء، فكنظن بانه اليوم الشباب المغربي وعى بان الوطن ديالو كيخاف عليه، ويعني عنده واحد الفكره ان البلاد ديالو يعني كتحاول انها تحميه وتقدم ليه دائما الافضل. لانه اليوم من انجح يعني الاستراتيجيات المحاربه الفيروس كانت في المغرب، وهذه يعني فخر لينا احنا كشباب ملي كنشوفوا بان الوطن ديالنا يعني وصل لواحد المرحله ديال انه كيخاف على الشعب ديالو. وحنا كشباب ما علينا الا نكملوا في هذه المسيره، لاننا دائما نفتخر باننا مغاربه، سواء اليوم سواء البارح سواء غدا، لانه كاينه مجموعه من المبادرات اللي كدار يعني بشكل يعني عفوي من طرف يعني المواطنين، و يعني كتمنها يعني المبادرات ديال المؤسسات يعني ديال الدوله. وهذا امر كما قلت امر ايجابي ويدعو للفخر، وكيأكد بانه دائما خصنا نكونوا قراب من 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 المسؤولين ديالنا، وهما حتى هما يكونوا قراب لينا، باش في الاخير يعني نهزوا العالم ديال الوطن ديالنا عاليا. لانه ماشي حتى يكونوا المشاكل عاد باش كيبانوا عاد، ولا مني يكون الاشياء الجميله عاد باش كنبانوا بالمغاربه، ولكن في هذه الاوقات العصيبه اللي كتخلينا دائما نفتخروا بالوطن ديالنا وبالمغرب ديالنا. سي سور سي محمد، كاملين كنفتخروا بكوننا مغاربه. سلمى، انت خارج ارض الوطن سغمان كتقراي المواقف ديال الناس، كل واحد شنو كيقول على المغرب، كل واحد كي كيشوف المغرب، انت كيفاش شفتي المغرب في عينين الناس على برا في ازمه كورونا؟ وبطبيعه الحال كتحس بداك الفخر وروح الوطنيه والانتماء، خاصة ملي كتشوف المغرب كان في مقدمة الدول اللي تاخذت أسرع إجراءات يعني غير مبالية بالخسائر اللي ممكن تقع في اقتصاديا، سبقات صحة وسلامة المواطن على أي حاجة أخرى. هذا الشيء صراحة كان فخر كبير، لأنه مجموعة ديال الدول العربية طلبة اللي تقرأوا معايا من بزاف الدول كتشوف أنهم كيفاش كيشيدوا تيفتخروا هما بأن المغرب وطن عربي كان سباق على مجموعة ديال الدول الأوروبية، وهذا شيء صراحة يدعو للفخر. وكمثال يعني لهذه المسألة هذه، مثلا الحكومة البريطانية رسلت رسائل نصية للمواطنين ديولها بأنهم يتاخذوا الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعطات مثال وكتبت بحال كيف دار المغرب يعني بالانجلي. فعلا يعني اختي كتعيش تما كتقول لي شوفي عائلة راجلها حتى هما يعني كيف تاخروا بان عندهم وحده مغربيه اللي شوف الدوله كيفاش عندهم تطوره وعندهم يعني اجراءات اللي دارتها قويه بزاف، وهذا الشيء غادي يعود مستقبلا لشباب المغرب بطبيعه الحال، بحكم انه حاليا استنتج بان سلم الأولويات اختلف، ولات التعليم والصحة والأمن هما في المرتبة الأولى. المغرب كان يعني كتعود لي مجموعة ديال الابتكارات والاختراعات في إنتاج الكمامات والتنفس، جهاز التنفس الاصطناعي وبوابة التعقيم وغيرها، بالإضافة إلى أنه فعلا المغرب فاز بجوائز يعني ميدالية ذهبية في معارض الدولية ديال الابتكار والإبداع اللي تقامت في موسكو مؤخرا. هذا الشيء ما كيخلينا غير أننا نكون فخورين بأننا مغاربة في المكنة وفي أي وقت. صفاء، أنت كيفاش كتشوفي المغرب مورا أزمة كورونا؟ المغرب مورا أزمة كورونا
كيبان ليا بانه غادي يختلف وغادي يختلف بزاف ان شاء الله اون سبيرون حيتاش كنظن اننا وعينا كاملين ان المغرب هو واحد السفينه اللي حنايا كاملين فيها، يعني اي استثمار استثمرنا في المنشات ديالنا ديال الدوله فهو كيعود علينا بالنفع الكثير أكيد. واي حاجه نهبنا منها من الوطن ديالنا فهو اكيد كيعود علينا بالضرر، لانه كورونا واحد المرض اللي ماشي غادي تمشي لفرنسا ولا لشي دوله اللي فيها احدث التقنيات الطبيه وغادي تداوى، لا المستشفى العمومي المغربي هو اللي عندك تمشي تداوى فيه، دونك استثمرتي قبل فبه ونعمه، ما استثمرتيش فيه قبل فراه النتائج حنايا كاملين اللي كنخلصوها. الحاجه الثانيه هي قضيه ديال التعليم عن بعد اللي كانت شحال مره تطارت في البرنامج في البرلمان المغربي وما كانتش كتخذ بعين الاعتبار، اللي حتى وقفنا على دابا عاد بان شحال هو مهم انك تمكن الاطر التعليميه من هذه الادوات التكنولوجيا، شحال هو مهم انك تمكن التلاميذ حتى هما من هذه الوسائل التكنولوجيا الحديثه، وكنظن هذا الشيء ان شاء الله ما كنتمنى انه ماشي دوز كورونا ونتجاوزو عاوتاني ونخليوه في الارشيف، وانما بالعكس نزيدو نطورو منه ونشوفو كيفاش ممكن اننا نردوه شي حاجه اللي اكثر فعاليه، وحنا دوزنا دابا ستاج في التعامل معاه وكيفاش ممكن دوزنا فوالا. وكاين واحد الحاجه اخرى وي اللي كنتمنى انه المغرب هي واحد المناخ مزيان لعوده الادمغه المغربيه، لانه كما شفنا تبارك الله المغاربه عبر العالم شرفونا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين، هنا كنهضر خلاص على سيمون سيف سلاوي، كنهضر على بزاف ديال الناس اللي واعرين اللي داروا فريمون شي حوايج اللي يشادوا بها، بحال البنت حتى هي اللي مع ديديرا ساره بلالي فوالا، يعني كنتمنى انه حتى المغرب وابناء المغرب يستافدوا من هذه الادمغه هذه اللي مغربيه 100%، واخا غادي يكون عندنا داك الاشكال ديال لا وراه التعليم كون بقاو هنا كون ما تفروش، ولكن لا انا كنامن بانه فوالا بانه الواحد يخدم على راسه في اينما انبتك الله ازهر، والوطن ديالك اكثر حاجه اللي محتاجك، يعني والتغيير ممكن اكيد التغيير ممكن الا بغينا حنايا وبغينا كاملين، يعني حكومه وشعبا، باش اننا نزيدوا القدام ان شاء الله ونزيدوا نستثمروا في هذه العقول اللي لا يستهان بها.